عشان بس ما تحطون ملاحظات ايام الشباب. طبعا طلعت انا ومجموعه من الزملاء للشرقيه على هاف مون شاطئ شاب يا ابو تركي يا شاب يا شبابا قد اناب والى الله استجاب. ذكرته شيء ذكرته يا زينك ذكرته شبابنا هيا المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال شعر الدكتور ابراهيم ابو عباس الله يذكره نعم الله يحفظه. المهم وصلنا وقلنا احلى ما في قضيه البحر انك تصيد شباب بنتعلم الصيد في هاف مون. تبي تصيدون هاف مون ما ينصاد فيه؟ لا عندنا ذيك الايام كان في منطقه لا قديم ترى الكلام في منطقه من المناطق كان في صيد شاطئ اللبنانيين يسمى الظاهر هم قصتنا مع ناس اللبنانيين بعد سبحان الله جبت القصه مع ناس لبنانيين. المهم رحنا المحل اللي بالخبر اشترينا سناره واشترينا مدري ايش واشترينا كل شيء يخص تحمست اي والله حماس الزايد مو بزين متسلفين عشان نشتري غاليه والله سنارات وطفار انتم احنا ما هنا ذا ما ادوا بس لقينا واحد زميلنا بالشرقيه محمد السليطي ونعم ابو راشد معروف خوينا قال ابد ما حوله بس بعدين. المهم اننا اشترينا وجينا للبحر وضعها السنارات ونحطها الطعم ونحطها اللحم ساعه ساعتين ثلاث ساعات جنبنا ناس اللبنانيين كل شوي لهم طلعين لهم سمكه احنا ايش طاعوننا احنا وانتم نفس جنبهم جنبهم لا يعني بيننا وبينهم 500 متر او 400 متر هم يصيدون وانتم لا وش حيثهم انا اقول انا انقهرنا وحنا نرمي وقال المهم قلنا في سر عندهم في الصيد قلت تبون عاد الراي قال لي قلت زي ما قهرونا لازم نقهرهم الحين جت العمليه فقلنا للشباب رحنا سوق السمك طيب طبعا مخيمين واحنا مخيمين ورحنا واشترينا سمك من طبعا تعرف اخر السوق يرمون السمك يرمونه يحطون في منطقه يرمون فيها السمك اختارنا لنا كم سمكه كبيره حوالي 10 وحطيناها جبنا زي ما قالوا ثلج وهذا مع انها هي مرميه اصلا فطيس فطيس وفطيس واخذناها معنا ليش؟ عشان نبي نوريهم الشغل ان هدفنا الحين نبغى نوريهم ان نصيد قهر ما صدنا فبديت انا وش اسوي على سروال سباحه في ما ادري ضحكتوا عليه سروال سباحه اللي له جيوب لا ما لحق لا ما انا بالنسبه لي ما لحق فنحط انا على الكرهات احط لي سمكه هنا واحط لي سمكه هنا وادخل البحر وكاني اصلح السناره ثم اشبك سمكه وين؟ اوه في السناره في السناره على انها مصيوده على انها مصيوده بس مخليها ثم شوي نسحب ونطلعها ونسوي فيها كذا ونتحرك طبعا انا كاراتيه احركها كذا امسكها وادخلها عندنا كان كرتون لا 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 تمثيل طبعا اللبنانيين طالعون نصيد سمك كبار هم صغار انقهروا قهر قالوا وش في شيء في سر ارسل والدهم الصغير قال فادي عمو فينا نسأل كيف السمك بالصيد؟ لا ما سألوا قال شو الطعم؟ الطعم هو توقعنا الطعم اللي نضعه في السنارة قال شو الطعم؟ عندنا واحد اسمه ناصر الفوزان الله يذكره بالخير قال جراد شاف احنا جايبين لحم بعدين شاري لحم زين ترى يبي يصعبها عليهم قام هذا ناصر الله يذكره بالخير قام عطى الولد ذا سمكتين من المصيوده الكذب راح الولد لاهله طب احنا نشوفهم قريبين شوف ابوهم والولد الكبير فشافوها المهم شوي بدا يرمونها قلت الله يا ناصر انكشفنا اي والله انكشفنا وشو لا يعطيه لا ما اعطيته يا ابن حلال هم عرفوا انها قديمه يعني ما فرموها في البحر قلت خربت الخطه بس استمتعنا حقيقه زين نصف الحرب دهوله اي فرحنا فيها شوي استانسنا طبعا مع انها طبعا اخطانا وذنبنا الله يتوب علينا لا نستغفر عياره ما عياره عياره هذا يومك تقول ينبع يا ابو عبد الرحمن